وينضم إلينا محلل أسواق مالية في إكويتي جروب الأستاذ محمد هشام للحديث عن تطورات العملات الأجنبية. أهلا وسهلا بك معنا أستاذ محمد. بداية يعني لاحظنا تراجعا لأداء الدولار مقابل ارتفاع في عوائد السندات، يعني ما كيف فصل الارتفاع في عوائد السندات عن مؤشر الدولار وكيف يؤثر على سوق العملات إجمالا؟ صباح الخير واهلا بكم الساده المشاهدين. الدولار الامريكي حاليا هو مستقر بالقرب من اعلى مستوياته في سنه تقريبا، وساعد على ذلك ارتفاع عوائد السندات بنحو طفيف على الرغم من انخفاضها خلال الجلسات الماضيه بسبب ارتفاع التضخم خلال الشهر الماضي. فعلى سبيل المثال ارتفع اسعار مؤشر اسعار المنتجين الى اعلى مستوياته في 10 سنوات تقريبا. نعم. بنسبة 8.6 خلال شهر أكتوبر. هذا ساعد على ارتفاع الأسعار لدى بوابة المصانع في الولايات المتحدة الأمريكية، وهو ما قد يمرر أسعار أو ارتفاع الأسعار إلى المستهلكين، وهو ما قد ينبئ إلى ارتفاع أسعار التضخم، وبالتالي قد يقلل أو يؤدي إلى انخفاض العائد الحقيقي على السندات الأمريكية، وهو الذي يدفع المستثمرين إلى الذهاب إلى السندات المحمية ضد التضخم، وبالتالي قد يؤثر على العوائد التي قد تضغط على أسعار أو تحركات الدولار الأمريكي مقابل أغلب منافسيه. نعم. تنتظر اليوم أيضا الولايات المتحدة الأمريكية بيانات أسعار المستهلكين التي قد ترتفع إلى أعلى مستوياتها منذ عام 1990، قد تبلغ مستويات 5.9 أو 5.8 خلال شهر أكتوبر، ومن المتوقع أن تشهد الفترة القادمة بعد هذه الارتفاعات في أسعار المنتجين قد تقوم بعض الشركات بتمرير هذه الارتفاعات إلى أسعار المستهلكين، وقد يشعر بها المستهلكين النهائيين. نعم. ماذا عن زوج الدولار الين الياباني؟ لاحظنا دخوله في المناطق الخضراء وأيضا ارتفاعات متتالية تحديدا بعد إعلان اليابان عن حزمة، يعني حزمة تحفيز اقتصادي لدى اليابان، أثر أيضا على الين الياباني. هل من التطورات على أداء الين؟ لأن الياباني بالفعل شهد أعلى مستوياته في شهر تقريبا مقابل الدولار الأمريكي، الأمر الذي ساعد على ذلك رئيس الوزراء الياباني من المقرر أن يمرر أو يعرض خطة تحفيز هائلة أمام البرلمان بعد فوزه بأغلبية ساحقة في البرلمان خلال الانتخابات الأخيرة، وقد يتم انتخابه أو بالفعل سيتم انتخابه كرئيس للوزراء في اليابان. أيضا كان ارتفاع الين الياباني كعملة ملاذ آمن نتيجة للتطورات أو التوترات في العقاري في الصين، فقد لا يلجأ بعض المستثمرين إلى الملاذات الأمنة في ظل التوترات خاصة في الصين، وأن شركة إيفرغراند المطور العقاري الصيني الضخم يستحق اليوم لديه التزامات خارجية، فهذا هو ما ساعد على ارتفاع الين الياباني مقابل الدولار الأمريكي. ولكن تنتظر كما قلت السوق اليوم بيانات التضخم الأمريكية، والتي إن جاءت أعلى من التوقعات كما ذكرت عند أعلى مستوياتها منذ عام 1990، نعم، قد تدفع الدولار الأمريكي إلى التعافي أمام الين الياباني مرة أخرى. نعم. أستاذ محمد، ماذا عن المعدن الأصفر الذهب؟ لاحظنا ارتفاعات متتالية ومستفيد من حالة التذبذب والترقف لدى سوق العملات بالرغم من الابتعاد للابتعاد عن المخاطرة في سوق العملات. الذهب يستفيد، وصلنا إلى مستويات فوق 1800 دولار للأونصة الواحدة. هل تتوقع المزيد من الارتفاعات في أسعار الذهب عالميا؟ ظل حالة التضخم المستمرة، وعلى الرغم من أن مسؤولي البنوك المركزية حول العالم يذكرون أو يقولون أن التضخم هو مجرد أمر مؤقت وسيزول مع مرور الوقت، لكن الأسواق حاليا تسعر ارتفاع مزيد من التضخم. فبعدما نجحت الأسعار في تجاوز مستويات 1800 دولار بالأمس، شهدت وصولا لمستويات 1834 دولار تقريبا، وهي أعلى مستوياتها في شهرين. ومن المنتظر مع ظهور أو الإعلان عن بيانات التضخم اليوم قد يساعد الذهب الانطلاق وتجاوز مستويات 1834 دولار لمستويات مرتفعة أخرى، لكن تظل مستويات 1834 دولار مستويات هامة جدا إذا لم يستطع الذهب في تجاوزها. قد نشهد بعض التصحيحات الهابطة في أسعار الذهب، من الممكن أن نشهد مستويات 1810 و 1815 من جديد.
نعم، محلل أسواق مالية في إكويتي جروب محمد هشام، كنت معنا من القاهرة، شكرا جزيلا.